اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ محشيه. دايما الفريك يقول لك فراخ بالفريك، حمام بالفريك، والفريك ما يحب الشريك. انا معايا جوز فراخ النهارده، عايز احشيهم رز بالخلطه، كبد وقوانص وكلاوي، الشغل المصري اللطيف الحلو ده كده، ونهتم بيهم ونهتم بالشوربه اللي الفراخ هتتسلق فيها بعد ما نحشيها، اللي هي معاها بصل ومعاها حبهان وورق لورو والحاجات الجميله. الحلو بتاع النهارده البطاطا. البطاطا في السوق وفي موسم الشتاء بغرقها السوق. عايزين نعملها النهارده مهلبيه، دايما البطاطا بناكلها مشويه بناكلها مسلوقه، فعايز اعملها النهارده مهلبيه بالمكسرات، حاجه لطيفه كده لكبار السن والاطفال، وندعمها بالمكسرات عشان تبقى قيمتها الغذائيه عاليه جدا. طبعا السلطه بتاع النهارده سلطه الطماطم بالزعتر، معانا زعتر ومعانا طماطم، زيت زيتون وتوم. الطبق ده فواتح الشهيه على السفره بتاعتنا عشان نخلص على جوز الفراخ المحشيين بالرز والخلطه. خلونا نشوف نعمل المهلبيه ازاي. معايا بطاطا حلوه، معايا مكسرات جوز الهند على زبيب، حاجات كده ايه بواقي رمضان، وخير رمضان بيقعد معانا طول السنه، ربنا بيبارك. حلو الكلام، كل دول معانا زي الفل. تعالوا نشوف هنعمل المهلبيه ازاي مع بعض. مهلبيه بطاطا هرسناها بالشكل ده كده، دي بطاطا حلوه، المقادير على الشاشه. بطاطا سلقتها بالقشره، يفضل سلق البطاطا بالقشره، ما تقشرهاش وتسلقيها، ازعل منك. يا اما تسلقيها بعد التقشير في شويه ميه قليلين جدا، ما ترميش الميه بعد السلق. طبعا تظبط العيار بتاع الميه على قد سلق البطاطا بس، عشان كده بقول لك اسلقيها بالقشره في كميه ميه زي ما انت عايزه، وبعدين تقشريها عشان تحافظ على الكربوهيدرات والنشويات وكل المعادن وكل القيمة الغذائية اللي موجودة فيها. البطاطا قيمة غذائية عالية جدا، بتساعد في بناء العضلات والأجسام، ومفيدة جدا، ونشوياتها آمنة وسكرها آمن. معانا نشا، معانا زبيب، معانا جوز الهند، شوية مكسرات حلوين. التوم مش معانا، ولا البقدونس ولا الشبت. حلو الكلام. أول حاجة هاخدها هاخد السكر والفانيليا، أنزل بهم على الحليب. سكر، فانيليا، معانا نشا. النشا ما ينزلش كده، بندوبه في شويه ميه عشان ما يكلكعش معايا، او في شويه حليب اختياري، مش محتاج كتير. يعني لو الحليب لسه بارد ممكن ندوب النشا عكس الدقيق. اهو نقلبه كده، ننزل بيه على الحليب، هتلاقي على طول في قوام معاكي. نقلب كده، بدا يتقل معايا. ناخد البطاطا الحلوه دي كده، شفت الفكر؟ الفكر لا يقدر بالمال. الله. ازاي اعمل مهلبيه البطاطا الحلوه؟ اولادنا خلاص ملوا ان ياكلوها سليمه متقشره. حلو، مش هقلب بقى بالمضرب هنا، هرسها بس كده. شفت ازاي؟ يعني الله، اول مره اشوفها كده يا شيف مغازي، ربنا يديك الصحه يا امي. ايه الحلاوه دي يا شيف مغازي؟ ربنا يديك طولة العمر يا امي. يا الخير والبركه يا امي. مهلبيه البطاطا فيها سعرات حراريه، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، من الحلويات الشتويه. انزل بشوية مكسرات وخليك كريم نستاهل كرمك. زبيب على لوز على جوز الهند، ونقلبه ياخدوا غلوة. يوم الزبيب يبقى طري، اللوز يبقى طري، حماتك لما تاكل منها تدعيلك، الست الطيبة اللي ممكن سنانها مش مساعداها. هناخد الكاسات ونوزع للحبايب والجيران. اللهم صل على النبي. ايه المشكلة لما نخبط على جاري شوية مهلبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزع الجيران والحبايب والقرايب، والنبي وصى على سبع جار،
صاحبتك في الشغل تاخدي لها شويه مهلبيه. شفت الشيف المغازي على القناه الاولى امبارح؟ مش كنت اجازه امبارح يا سعاد؟ اه فتحت التلفزيون القناه الاولى لقيت الشيف المغازي بيعمل البطاطا مهلبيه. خدي ودي من هذا الحديث، خلينا نتكلم في الاكل والشرب، الحاجات الحلوه دي كده. عملها ازاي؟ اشرحي لها انا عملتها ازاي. حلو، خلاص كفايه. عندنا شويه مكسرات حلوين، الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ فيها كل حاجه، فيها بروتين الحليب، فيها نشويات فيها كربوهيدرات البطاطا يا بتاع البطاطا، حلو قوي. عملت سلطه لطيفه وجميله بتقوم بدور الترشي او طبق المقبلات الجميل اللي يفتح الشهيه. وخلينا نخلص على جوز الفراخ، يعني مع بعض بنقول بصوت واضح وبصوت عالي، احنا بنشوف كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه الشيف المغازي بيقدم لنا الرؤيه والفن والابداع ببساطه جديده، وببساطه تقدر كل ست بيت تعمل الاكل ده بدون تكلفه. رؤيه فن ابداع، منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.